بس من الواضح كمان انه قد ايه اللعيبه كلها كانت مع بعض، يعني في روح كده اللي هي معروفه في روح الاهلي، انه حتى لو في مشكله ما كانش بيبان في المباريات كانت بتتلم على طول، صح كده؟ بالظبط فده كان الحقيقه كان باين جدا. خليني برضو اسالك يا كابتن، انه قد ايه فكره فوز بالدوري مع النادي الاهلي في موسم ممكن نقول عليه صعب؟ يعني انتوا حاسمين الدوري قبل 7 جولات، ولكن الموسم برضو والظروف اللي اتحط العالم كله فيها وكورونا وفتره التوقف وغيابات كتير مؤثره الحقيقه في الفريق يا كابتن، قد ايه ده كان صعب ومع ذلك برضو حسمتوا الدوري بدري جدا؟ اكيد طبعا دي حاجه يعني بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، ان احنا يعني ربنا كرمنا وحسمنا الدوري بدري عن يعني قبل 7 جولات من انتهاء الدوري، فدي طبعا حاجه مش قليله وحاجه مش سهله. يمكن الدور الاول الحمد لله ان احنا كنا ظاهرين بشكل كويس جدا قبل فتره توقف الكورونا، كنا ماشيين بفورمه ماتشات عاليه جدا، النتائج كلها الحمد لله كنا عاملين نتائج كويسه جدا، الناس كلها الجمهور كان مبسوط. فتره الكورونا طبعا لما جت علينا اكيد طبعا ان اللعيب يبعد عن الملاعب 4 شهور من غير تمرين من غير اي حاجه هتاثر علينا بشكل طبعا كبير يعني. فده اللي حصل في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي مع كمان كميه الاصابات اللي موجوده، اكيد ما فيش شك لازم بيحصل دروب، ده طبيعي جدا في كل فرق العالم، لكن الحمد لله يعني الفرق الكبيره او الفرق اللي عندها شخصيه زي النادي الاهلي بالظبط وزي لعيبه النادي الاهلي بتبقى مهم جدا ان احنا بنشتغل ان احنا ال 30 لعيب او كل اللعيبه اللي موجوده في القائمه بيكونوا على قلب رجل واحد، اي حد موجود بيسد مكان اللي مش موجود، فدي طبعا يعني ده اللي بيخلينا مختلفين تماما عن اي فريق تاني يعني، مع احترامي طبعا للجميع. اكيد اكيد.